واحد يمسك على ايده ولا يتصدق ظنا ان 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 رب رمضان غير رب بقية الشهور. لا كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. نعم. التفرد شهر رمضان كما ذكرت سيادتك في البداية، وهذا البنيان اللي بيبدأ مع أول يوم من شهر رمضان وإيقاع شهر الحياة في شهر رمضان بشكل عام، يساعد المسلم على هذا البنيان، يساعده على التعاطي بشكل كبير. ولكن بعد انتهاء هذا الشهر وتغيير إيقاع الحياة مرة تانية، يمكن بينشغل بعض الناس بالتأكيد في الأمور الحياتية والدنيوية المختلفة. نجد بعد أن كانت المساجد مليئة بالمصلين في الصلوات المختلفة وخصوصا بالتأكيد صلاة التراويح والقيام، نجد المساجد خاوية، نجد المصاحف تهجر في المساجد والمنازل أيضا. ما هي النصيحة التي توجهها، أو ما هي العادات التي تنصح بها المسلم أن يتبعها كي يداوم على هذه الطاعة والعبادة بشكل دائم؟ الإجابة على هذا التساؤل يجب أن تكون من شقين مهمين. الشق الأول، مشاهدي الكرام أعزائي المسلمين في كل مكان، هناك ثوابت ومتغيرات. أرجوكم انتبهوا، الأحداث متغيرة لكن الثوابت ثوابت. علشان أنا أتلاشى هذا الأمر الذي لوحظ على كثير من الناس، بل إحنا بنلاحظ ده كل سنة، كل سنة، لابد وأن أفهم أن في رمضان قيم ثوابت يجب أن أصطحبها من رمضان إلى ما بعد رمضان. دعك من قضية أنه بيختم القرآن في رمضان وما بيبصش في المصحف بعد رمضان، دعك من هذا. أنا لا، هذا لا يقلقني كثيرا، أنا يقلقني الأخلاقيات والسلوكيات. لأنه طبعا القرآن مرتبط برمضان، طبعا دي فيها إيه، طبعا طبعا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجعه جبريل بالقرآن في كل عام، في رمضان، في كل سنة، والسنة التي قبض فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم راجعه جبريل بالقرآن مرتين، يعني ختمتين. طبعا دي ما فيش مشكلة فيها. ولكن هجر بعض العبادات زي قراءة القرآن مثلا، يعني في فعلا بعض الناس ما بيفتحوش المصحف ولا يقرأوا القرآن إلا في شهر رمضان فقط بهدف ختمة القرآن، ويهجر المصحف بشكل تام بعد وهاجر، وهو بالتأكيد الأمر الخاطئ. وهاجر المصحف، لا يجب أن ينفصل المصحف عن المسلم. نعم. طوال لا حياتي. وهاجره أيضا أصلا بهذه الطريقة، أصلا لا يجيد القراءة الصحيحة كمان. طبعا أنا لا أوافق على هذا ولا يوافق عليه إنسان، بل بننصح إن حضرتك ختمت القرآن في رمضان مرة، اختم كل 3 أشهر مرة. يعني اقرأ ثلث ما كنت تقرأه في غير رمضان. دعني بس أوصل الفكرة الأهم التي أراها في غاية الأهمية، الأخلاقيات، قضية القيم. لأن القيم ثابتة. حضرتك في القرآن الكريم والآيات اللي اتكلمت عن شهر رمضان في سورة البقرة طلعت لنا 8 قيم يا أستاذ، 8 قيم ثابتة. وأنا شايف إن ده الأهم، هو ده اللي نصطحبه من رمضان إلى ما بعد رمضان، علشان ما نقعش في نفس المشكلة التي نقع فيها كل عام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بقى ينفع أبقى متقي في رمضان واجي بعد رمضان أترك التقوى وأحطها في درج؟ ما ينفعش. أدي أول قيمة. ثم قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خد بال حضرتك، يريد الله بكم اليسر، اوعى تعقدوها على نفسكم، خلوها سهلة. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلوها سهلة، خلوا الإقبال على الله يسير كالماء الجاري، كالماء العذب. خلي بال حضرتك، دي قيمة رمضانية. يقول لك: يا ده رمضان سبحان الله ده عدى بسرعة، يا ده فجأة كنا بنهني بعض بدخول رمضان، ده احنا بنهني بعض بالعيد. هو ايه الحكاية؟ لانه رمضان ادانا قيمة مهمة جدا، وهي ان الدين ايه؟ يسر. الاقبال على العبادة سهل، قراءة القرآن مش عسيرة، مش صعبة. ولقد يسرنا القرآن، ربنا قال كده، والقيمة الرمضانية هي اليسر، ده اللي غير المشاكل. القيم دي هي اللي تغير الأحداث اللي احنا بنلاحظها كل سنة في المجتمعات. وجميل قوي ان احنا نقول ده من خلال التلفزيون المصري. يا جماعة خدوا بالكم، وانتوا طالعين من رمضان خدوا التقوى معاكم، وخدوا كمان التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخدوا القيمة الثالثة وهي الكمال، ولتكملوا العدة.
بقى حضرتك حاسس ان انت ناقصك حاجة لما بتقراش قرآن في طول السنة؟ اكيد حاسس ان انت ناقصك حاجة. اكيد لما اقبلت على الله في رمضان وقرأت القرآن حاسس ان في حاجة جديدة اضافت لشخصيتك. ولتكمل العدة، فكرة الكمال يا استاذ في العمران، الكمال في العلاقات الانسانية، فكرة الكمال في الاخلاقيات، فكرة الكمال حتى في العبادة. يعني انا الصلاة في جماعة تفوق صلاة الفرد ب27 درجة زي ما قال لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي القيمة الثالثة. لاحظ حضرتك واحنا وطالعين من رمضان مش بناخد معنا مظهرية، إنما المفترض نأخذ معنا الثوابت. إيه الثوابت؟ القيم. رمضان ادانا 8 قيم، حتى بعض المشايخ يقول إيه 8 قيم بعدد أبواب الجنة. 8 أبواب الجنة، 8 قيم تطلع بيهم من رمضان تغير واقع الناس. طيب ولتكملوا العدة، خد بالك بقى من القيمة اللي جاية، وهي دي اللي تملى المساجد تاني بعد رمضان. صدقني طبعا. يعني شوف حضرتك واحنا صايمين في رمضان والمغرب ادى بنعمل ايه؟ تخيل كده انا عندي بنتي في البيت بتجهز ازازة المية قبل المغرب بنص ساعة، عشطانة يا بابا عايز ايه؟ طب ما تشربي. لا، الا ما يقول الله اكبر. عشان كده انا بقول اهو القيمة رقم 4، ولتكبروا الله. جرب تخلي ربنا أكبر من أي حاجة في حياتك. جرب تخلي الله أكبر نداء يهز كيانك ويهز مشاعرك. جرب لما المؤذن يقول الله أكبر في غير رمضان تبقى زيها بالظبط في رمضان، يعني زي ما كانت في رمضان تجري عن أنت تفطر أو تجري أنت تصلي المغرب، يلا عايزين نلحق التراويح. خد بالك الفجر فاضله 10 دقايق. ليه كده؟ احنا ليه بنعمل كده في رمضان؟ علشان القيمة الرمضانية اللي ربنا غرزها في قلوبنا وهي الله أكبر. جربوا يا جماعة تخلوا الله أكبر بعد رمضان، الدنيا كلها هتتغير ومش هنلاحظ السلوكيات والسلبيات اللي حضرتك بتقول عليها. شوف القيم ماشية معانا ازاي. طيب ولتكبروا الله على ما هداكم ثم قال ولعلكم تشكرون. القيمة رقم 5، الشكر. اشكر ربنا ان ربنا خلاك تصوم رمضان وتحضر العيد وجبت كعك وهدوم وهدوم العيد. شكر. الشكر ده مش معناه بكلام، خلي بالك الشكر مش بالكلام، الشكر بالعمل. لما سألنا المشايخ قلنا لهم قولوا لنا ايه هو الشكر؟ قالوا لنا الشكر الا تستعمل نعم الله في معصية الله. هو ده الشكر. يعني ربنا ادالك عينين ولسان تتكلم بيه وقلب وفكر تفكر، اوعى تستعمل النعم في حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، يقوم الحال كله يتغير. الشكر القيمه رقم 5. وبعد شويه رحمه الايه اللي بعدها على طول، ده كله دي في ايات سوره البقره اللي تتكلم عن الصيام. يا جماعه ارجوكم اصطحبوا هذه القيم لما بعد رمضان، ثبتوها في حياتنا. وراح قايل ايه ربنا بعد ولعلكم تشكرون؟ ام قايل لنا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الدعاء، الدعاء قيمه 6. يا الله، هو ليه الانسان بيقبل على الله في رمضان ودعاء ليله القدر ومين بيقوله حلو ومين صوته حلو في الدعاء؟ طب مين اللي بيعيط؟ طب مين اللي هيخلي جسمي اشعر؟ وحتى المشايخ حتى خدوها ذريعه، يقول له عايز دعاء ليله القدر بالعياط ولا من غير عياط؟ بالعياط بيبقى بثمن ومن غير عياط بيبقى بثمن. ايه ده؟ ايه الدعاء؟ الناس كلها عماله بتجري على الدعاء في رمضان، ما دي قيمه رمضانيه. عشان كده امر ربنا حط الدعاء وسط ايات الصيام. ما قال لك خد معاك وانت خارج من رمضان قيمه الايه؟ قيمه الدعاء. واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ثم قال فليستجيبوا لي. قيمة الاستجابة. إذا سمعت المؤذن أرجوك استجيب، إذا سمعت حديث ولا آية في خطبة جمعة أو في برنامج تلفزيوني أرجوك استجيب. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم ختم القيم بإيه؟ ولعلهم يرشدون. هو من العقل يا أستاذ إن احنا نملى المساجد في رمضان ونفضيها بعد رمضان. الرشد، إنسان رشيد يعني إنسان إيه؟ إنسان عاقل. العقل يقول وازن ما بين حياتك المادية وحياتك الروحية، يعني غذاء البدن وغذاء الروح. كيف تغذي البدن وتترك غذاء الروح؟ في رأيي حتى نغير هذه السلبيات يجب أن نصطحب هذه القيم الثمانية في كل العالم. بالتأكيد 8 قيم هي خير ختام، خير كلام، خير كلام فضيلة الشيخ محمود عبدين من علماء الأزهر الشريف. أنا في النهاية بشكرك شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لك. بصحة وسلامة. مشاهدينا بكده بانتهت أولى وقفتنا الحوارية في هذا الصباح، وده معاد موجز لأهم الأخبار هتقوله لنا الزميلة منى الشريف.